لقائنا أو لقائنا التاني هيكون عن الأحلام وتفسير الأحلام أو الرؤية، الفرق ما بين الرؤية الجيدة والرؤية السيئة. يمكن احنا بنقول انه هناك تفسير مرتبط أو بيعتمد على القرآن الكريم وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الدراسات أو بعض التفسيرات للحاجات اللي ممكن تكون بتتكرر في بعض الأحلام. بنقول كمان إنه الدنيا بدون هذه الأحلام يمكن تكون رحلة جافة، لو ما كناش مهما كان الواقع جميل إلا إننا من وقت لآخر بنتمنى أن نحلم حلم رائع ننتظر تحقيقه. هيكون معانا من خلال لقائنا القادم الأستاذة أحلام السيد بخيت، أخصائية اجتماعية ولكنها أخذت موضوع تفسير الأحلام كهواية في البداية. هي بتعتمد بالاسترشاد على الآيات القرآنية وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا على أشهر مفسرين الأحلام ابن سيرين. هنتعرف اكتر عليها وبنرحب بيك يا استاذه احلام. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه احلام. يمكن طبعا يعني على حسب يعني بعض الاحاديث الخاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم ان الرؤيه يعني جزء من 70 جزء من النبوة، أو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الرؤى الصالحة الصادقة جزء من 70 جزء من النبوة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده بيعتمد بقى على بالتأكيد صدق الرؤية أو الشخص صاحب هذه الرؤية. عايزاكي في البداية تفسر لنا بقى ازاي نعرف ان دي رؤية حلم، لا ده حقيقة كابوس، ايه الفرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الرؤية الصالحة يراها العبد أو ترى له، يعني ممكن انا اشوف الرؤيه وممكن غيري يشوفها لي. نعم. والرؤيه الصالحه بتنقسم لاثنين، اما مبشرات واما منذرات. طبعا الرؤيه الصالحه ليها اوقات، فيها اوقات اللي هي ما قبل الفجر اللي هي بالاسحار، ووقت القيلوله اللي هو وقت العصاري بتبقى الرؤيه فيه بتبقى صالحه واصدق الرؤى. اما عشان نفرق بين الرؤيه دي رؤيه او حديث نفس، فنرجع نقول ان اقسام الرؤيه، قلنا الرؤيه الصالحه لو قسمناها قلنا مبشرات ومنذرات، دي رؤية صالحة، ده جزء. الجزء الثاني اللي هو حديث النفس، حديث النفس اللي هو ما يحدث به المرء نفسه. بمعنى بمعنى ان الانسان طول النهار بيفكر في حاجة او شغلة باله، انسان غالي عليه، حاجة بيفكر فيها، فتبص تلاقي بيشوفها في المنام. انسان مثلا بيتشاكل معه بيتخانق معاه، تبص تلاقي بالليل بيحلم ان هو بيزعق فيه او كده، ده ما بنفسرهاش وتعتبر ايه؟ تعتبر حديث نفس. لو جينا لتحزين الشياطين، ده برضو ملهاش تفسير، لان الشيطان بيخوف الناس اللي بيكونوا عليهم حاجة عزيزة عليهم. يعني مثلا انا بخاف على ابني جدا جدا، ممكن اشوف بالليل ان هو جرى له حاجه او حصل له لا قدر الله مكروه، فمن كتر خوفي عليه فبيحزنني الشيطان من عشان اقعد مكتئبه واقعد افكر يحصل لي ايه كذا، وده ملوش تفسير. فالانسان قبل ما يفسر رؤاه لازم يعرف او يقول لحد، اما حبيب او لبيب، ويكون عارف يفرق بينهم. انا كنت بفكر لا يبقى دي اصلا عشان تفكيري في الموضوع ده فانا حلمت بيه. طيب قولي لي، هل يعني من الجائز ان احنا نقص الرؤية؟ يعني مثلا انا عارفة ان انا مع التكرار في ناس بتبقى لما بتشوف حاجة بتتحقق، هل من الافضل ان احنا نحكيها لحد او الاحتفاظ بيها افضل؟ لا، هو المفروض ان الانسان لما يجي يقول رؤى ليه يقولها الانسان اما حبيب او لبيب زي ما انا قلت، اللي هو اللبيب اللي هو بيفسر الرؤى او معبر المنامات، عشان لو كانت خير بيتلقاه ويستبشر، لو كان مستني حاجه او رزق او انجاب او زواج او كده بيبقى قاعد فرحان ومستبشر بيها. اما لو كانت مثلا رؤيه سيئه برضو بيعرف انها سيئه، بيكون بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبيقرا ايه الكرسي، بيدخل عن يساره ثلاثه، بيصلي ركعتين لله عشان ما تحققش. احنا زي ما احنا عارفين ان الدعاء بيرفع البلاء. فبكده بيكون ربنا سبحانه وتعالى بيقي من شر حاجه هتحصل. طيب يعني ممكن نتكلم بقى شويه عن يعني بعض الحاجات اللي ممكن تكون بتظهر للناس او بتتكرر. يعني مثلا الانسان في بعض الحالات بيعتقد ان هو عنده امتحان وان هو اتاخر او ان هو ما استعدش بصوره جيده، وده بيبقى يعني من الاحلام اللي ممكن تيجي لاكتر من حد. هل التفسير، بما اننا فتحنا الموضوع، هل التفسير بيعتمد على الحاجه اللي موجوده في الحلم او الموقف، ولا بيختلف من شخص من
شخص لآخر، هو نفس الحاجة بتختلف من شخص لآخر؟ طبعا الرؤية بتختلف من شخص لآخر، بتختلف باختلاف الفصول، بتختلف باختلاف الأيام، بتختلف من فرد لفرد. يعني مثلا زي ما حضرتك قبل ما نبتدي كنت بقول ان الانسان لما يكون مثلا ليه ظروف معينه ويحلم بحاجه بتختلف من شخص لشخص. يعني ذهب المفسر منامات وقال له يا رايت اني اؤذن، لابن سيرين اللي هو اكبر مفسر منامات، رايت انه اؤذن، قال سوف ترزق حج. فدخل شخص اخر في نفس التوقيت وقال له رايت انه اؤذن، فقال سوف تفتضح ويحصل لك ما يشينك. فسال احد الموجودين بالمكان يعني كيف ان هذا يؤذن وهذا يؤذن والرؤى مختلفه في التفسير. فقال له اذان هذا اشتهر لما هو فيه، وهذا انسان كثير الخطى المساجد وعابد، اما الانسان الاخر فظروفه اذانه اشتهر لما هو فيه وهو عكس ذلك. فبتقاس على كل انسان على الشخص. طيب احنا هناخد معانا اتصال تليفوني من فاطمة من الاسماعيلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة بس اقول حلم الاستاذة اتفضلي. اتفضلي. هو في حلم احنا الاثنين انا واختي حلمنا في نفس اليوم، يعني انا جيت لسه هحكيه راحت هي حكياه، فانا هقول لك عليه حضرتك كده وشوفي بقى تفسيره. خيرا. هي شافت في البيت عندنا ان في برص كبير ماشي كده، وهي خايفه منه جدا، وانا مسكته ورحت ايه فتحت بقه كده وفصلته عن بعضه يعني. انا بقى كنت حلمت حلم في بيتي برضو ان في برص كبير كده، بس انا اما ضربته قسمته نصين. فهي تحكي لي الحلم ده وانا كنت عايزه احكي لها نفس الحلم بالطريقه دي. عايزه اعرف تفسيره ده. هل ده عدو فعلا متربص بينا كبيت كاسره ولا ده ايه يعني؟ لو سمحتي معلش، هو البورصه ده شفتيه في بيتك ولا واختك شافته في بيتها، ولا انتوا الاثنين شفتوه في نفس المكان عندك؟ لا هي شافته في بيت والدتي. عشان احنا تملي بنبقى متجمعين في البيت ده يعني انا واخواتي. فطبعا هي شافته في البيت وانا رحت يعني مسكته وفتحت بقه وفصلته عن بعضه كده في بيت والدتي، لكن الثاني كان في بيتي انا بقى اللي هو قسمته نصين ده. ماشي يا فندم. شكرا. شكرا يا استاذه فاطمه. استاذ احلام معانا اتصال تاني وبعدين هنجاوب. استاذ سعد من الغردقه. استاذ سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اقول رؤيا؟ اتفضل يا استاذ. صوت مش واضح بعد اذنك. يعني حضرتك قريب من التلفزيون توطيه. تاني يا فندم. اتفضل اتفضل. معلش معلش انا اسفه يا استاذ سعد، الصوت بتاع حضرتك واضح ان في مشكله في التليفون، مش واضح خالص. احاول تغير المكان اللي انت واقف فيه بس. اتفضل. صوت واضح كده؟ كده واضح. انا بقول لك ان مراتي شافت رؤيه انها تقف على ارض ممتده واسعه خضراء. أيوة. ورأيت ان انا برمي قمح وبرمي ذره، والقمح والذره طلعوا نبت ونبت صغير. فايه تفسير الرؤيه دي؟ قمح وذره؟ يعني هي في ارض والارض، ولا هي زرعت اللي في الارض ده؟ هي كانت واقفه في الارض وانا واقف بزرع، برمي في القمح وبعد كده رميت عليه ذره. انت اللي حضرتك بترمي القمح وبتبدر؟ ماشي يا فندم. ماشي يا فندم. شكرا. ماشي ماشي يا استاذ سعد، هنجاوب على حضرتك. بس هنجاوب على استاذه فاطمه الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل هوام الارض والبرص والحيات والحاجات اللي بتسحب دي معناها عدو. ان كان في العدو ده في بيت الام او في البيت اللي هي كانت بتقول غير بيتها، فهو العدو من الاهل والاقارب على حسب قرب البيت ده ليها. لو كان في بيت اخوها او بيت والدتها او كده والاثنين حلموا بيه، ففي حد بيظهر لهم محبه وهو اصلا في الاصل عدو، بس في لان هي قطعته وقتلته، فده معناه ان هم هينتصروا عليه في الاخر، لان العدو اللي خصوصا ان هو البورصه ده عدو ضعيف، يعني مش قادر يمسك حاجه او مش قادر يعمل حاجه، وفي نفس الوقت بيحاول ان هو يشوه صورتهم او يعمل اي حاجه شكلها مش مستحب ليهم. ووقت ما بيجي حد بيطرده بيخش في الشقوق، يعني كمان ما عندوش الجراءه ان هو يواجه او يقول مثلا انا عملت كذا او كذا، بيستخبى وبيجري، يعني كمان عدو ضعيف ومش جريء. فما تخافش منه، ان شاء الله مش هيصاب باذن الله. طيب الرؤيه الثانيه. هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستاذ سعد بيقول مراتي واقفه في ارض
ونقولها تاني، مرات واقفه في ارض وهو بيبدر الزرع وكده. هي شايفه مساحه ممتده خضراء، وبعدين هو جه وبدا يبدر قمح وبعدين دور عليه طلع نبت صغير. هو بسم الله الرحمن الرحيم لقوله تعالى نساءكم حرص لكم فاتوا حرصكم، فنساءكم حرص لكم. الارض دي هي حرص الراجل، يعني الارض دي مراته وبدر للحاجه ليها، ان كان هو في سن بيسمح ليه للانجاب وكده فمعناها خصب وخلفه وان مراته ربنا هيديها لان هو بيبدر الارض وكده، وان كان هم الناس يعني مثلا خلاص ما بقاش فيه خلفه او كده فمعناها صلاح زوجته في الناحيه الدينيه وخير ليه، لان الارض اللي بالنسبه لاي شخص هي الزوجه ليه. فكل ما بيزرع فيها او لو واحد مثلا حلم ان هو بيحط بذره في الارض معناها ان مراته هتبقى حامل في الفتره اللي جايه، وان كانت مثلا ما فيش حمل والارض خضراء او هو نبتت زي ما هو، طبعا هو اللي شاف. يعني انا عايزه اقول ان الرؤيه يا استاذه المفروض اني انا لما اقولها هو الراي انا ما اعرفش ظروفه، فلازم تفسر على ظروف الراي، فانا بقول كذا احتمال وهو طبعا الاحتمال اللي بيناسب ظروفه هو بيختاره. يعني بتختلف من انسان لاخر. لو كان انسان مقبل على زواج فمعناه ان الخطيبه او الزوجه دي انسانه خصبه ويبقى منها انجاب كتير لان الارض دي حرص للرجل. اما لو كان مثلا الانسان ده متزوج يبقى ده لمراته خير وانجاب واولاد، اما لو كان مثلا خلاص ما خلفه وما عادش في وقت وكبروا في السن فمعناها ان هي ايه، ان هي حياتها او حياتها الدينيه والورع بتاعها وكده. طيب هناخد تليفون تاني استاذه احلام، معانا مدام فاطمه اسماعيليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال الدكتوره رحيم؟ اتفضلي. ازيك حضرتك عامله ايه؟ الله يسلمك. لو سمحت انا بحلى حلمت ان انا يعني في طرحه عروسه كده بخيطها بفصلها يعني. نعم؟ طرحة عروسة اللي تتحط يوم الفرح يعني على الزفاف كده، طرحة البيضة دي. انت بتفصلي طرحة ولا؟ انا ايوه انا حلمت انا هي في بيتي كده قدامه جايبينها لها انا خيطتها بتشكشها كده العروسة يعني. يعني عروسة جايبها لك تخيطي انت اصلا؟ لا انا كده لقيتها في بيتنا كده وانا اللي بخيطها. وانت اصلا دي مهنتك خياطة؟ انا بخيط. يعني دي مهنة ليك انت اصلا في الحقيقة بتخيطي؟ بخيط بس مش بخيط عروس وحاجات كده. فانا حلمت الحلم ده وجودي يعني داخل كده يعني في موضوع اكننا بينا وبينه مش عارفة ايه تفسيرها يا اخي. طب وفي نية عندك يعني ان انت يعني مثلا ان انت هتخيطي حاجة او هتعملي شغل جاي جديد؟ لا خالص شغل خالص ولا في الموضوع ده، انا بخيط حاجات بسيطة لعيالي. طيب سن حضرتك ايه؟ فاطمة حد. طب وبعد ما عملتيها اتعملت اتظبطت معاكي؟ لا ما عملت حاجه، انا شفتها كده وانا كان نفسي البسها بس هي مش بتاعتي يعني. هي شكلها حلو يعني، انا كنت عايزه البسها بقول له اعملها والبسها ليا بس ما ينفعش. كان زمان يعني وكده. طب سن حضرتك كام؟ 30 سنه. ماشي يا فندم. اتفضلي. هناخد تليفون تاني، معانا الحاجه عفيفي من المنوفيه. ايوه اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي عايز اكلم الحاجة. اتفضل. والنبي بيحصل على طول احلام كده بالنسبه ليا عباره عن كوابيس يعني مثلا لما الله اعوذ بالله تعبان مثلا في الحلم. لا فرق حضرتك انت حضرتك. طيب معلش استاذنك يا استاذ عفيف توطي التلفزيون بعد اذنك. نعم توطي التلفزيون عشان نسمع حضرتك كويس. ماشي وطيته. اتفضل. اتفضل كمل. بقول لحضرتك اغلبيه الاوقات وانا نايم مثلا ببص الاقي احلام صعبه على طول كده عباره عن كوابيس. طب في بدايه النوم دي اول ما بتبتدي تنام حضرتك؟ مش عارف ايه الحاجات دي بالظبط. الكوابيس دي اول ما بتبتدي تنام في بدايه النوم؟ نعم في بدايه النوم. بتفرق ما بين الفجر اكتر بشويه كده. طب حضرتك متعود يعني تتقل في العشاء؟ ساعات وساعات يعني. هو الساعات اللي بتتقل فيها دي اللي بتشوف فيها الكوابيس طبعا اكيد. طب انا برضه عندي المدام كده حضرتك. يعني عباره عن ايه كده ممكن تقول؟ بتحلم ساعات ان مثلا لما حد بيشدها من براها وهي نايمه. عارفه تبقى مخنوقه جامد تقوم تعيط مش عارف ايه ده حضرتك. لا بس هي كل يعني ماشي اتفضل حضرتك. شكرا يا استاذ عفيف. فبقول لحضرتك يعني عايز الحل كده و ماشي حضرتك اللي انت شايفاه. ماشي يا فندم. ماشي هترد على حضرتك استاذ عفيف. ماشي يا مان. شكرا. سلام عليكم. السلام. ناخد التليفونين دول يعني عبال ما يوصل تليفونات تانية. ماشي كان معانا استاذه فاطمه والطرحه.
نقولهم يعني. طيب بالنسبه للطرحه دي، طرحه العروسه عامه او اي ملبوسات، بسم الله الرحمن الرحيم، هن يعني هن لباس لكم وانتم لباس لهن، فاي ملبوسات للمراه ده حال زوجها، وكل ما يحدث فيه من خير او شر او جميل او قبيح بينسب للزوج. فهي طبعا عايزه تلبس الطرحه دي بس مش عارفه تلبسها، وهي ماسكاها يعني الظاهر ان في هي وبينها وبين جوزها، هي عايزه تعيش ايام كانت فيها في الاول، وعايزه جوزها يرجع زي ما كان معاها في الاول. فطبعا عماله تظبط في الطرحه ونفسها انها تلبسها، نفسها انها امورها تنصلح ويبقى ليها خير مع جوزها زي ما كان ظروفه في الاول اتغير او في فتور او كده. فاحساسها لو كانت لبست الطرحه كانت حققت لها امنيتها، وكانت حصل لجوزها ان هو بقى يعمل بعدها بقى لين الطبع، بقى كويس، بقى هادي، فما قدرتش انها تلبسها او هي مسكتها ما لبستهاش، معناها امنيه بس ان شاء الله بعد وقت ان شاء الله تحلم انها بتلبسها، لانها لو كانت لبستها كان حصل الخير اللي هي عاوزاه. اما بالنسبه للاستاذ عفيف البيرك وبيس، الانسان طبعا المفروض الروح علشان تقدر تشوف الرؤيه، وما الروح طبعا ليها علاقه كبيره بالجسد. لما الانسان بينام بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالانسان لما بيكون نايم احنا بنقول حتى موت اصغر، فالروح بتاعته بيوكل بها ملك عشان يطلعها على الرؤيه، فبتيجي عشان توصله بقى في وقت الصحيان او الاستيقاظ. الانسان بيجي يستيقظ فروحه بتنزل ما بيكون نايم براحته وصاحب راحته، بتنزل الروح بسلاسه وبتدي اشارات للمخ بالحاجات اللي هي شافتها في اللوح المحفوظ او اللي ربنا اراد انها تعرفها باذن ربها، يعني مع الملك اللي موكل بيها. ان كان الانسان مثلا نايم على طهاره، ونايم على وضوء، ونايم على قراءه القران، فالروح بتاعته ما بتنزل هاديه ومحدش يكون مصحيه عشان يتذكر الرؤيه بتاعته، بتبقى الرؤيه سلسه وجميله، حتى لو كانت معناها وحش في التفسير فبتكون برده جايه له هاديه. اما الانسان لما بيكون مكتر في العشاء او اكل كتير او نايم مثلا بيبقى ممتلئ، فالروح الاشارات بتاعتها بتوصلش كويس، بتجيله في صوره كوابيس، وخصوصا في ناس كتير قوي بتحلم بالكوابيس في بدايه النوم، بتبقى لسه اكله ومتعشيه وبقى الانسان ممتلئ فبيحس بالكوابيس في بدايه النوم. فارجو من الاخ يعني ان هو ما يتقلش في العشاء او يمكن بينام. طيب ناخد معانا استاذ اسامه من الغربيه. استاذ اسامه، ايوه اهلا بيك يا استاذ اسامه، اتفضل. الله يبارك فيك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال سؤال بعد اذن حضرتك؟ اتفضل. تحياتي اول حاجه للبرنامج الجميل، ربنا يخليك. تحياتنا لكل اهل الغربيه. الله يبارك فيك يا رب. فانا عاوز اسال سؤال واحد بس، يعني ما هي الرؤيه الصحيحه؟ يعني الرؤيه الصحيحه هل بعد صلاه الفجر مباشره ام هل بعد صلاه الظهر؟ يعني او مثلا هل بالليل الساعه 2 بالليل هل هي تبقى زي بعد صلاه الفجر؟ او لو واحد نايم بالنهار وشاف رؤيه هل تبقى بعد زي صلاه الفجر؟ فانا عاوز اعرف الاجابه بس على هذا السؤال. حاضر يا استاذ اسامه، حاضر يا استاذ اسامه، شكرا لحضرتك. شكرا. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا استاذ اسامه بيسال عن وقت الرؤيه، احنا قلناه في اول البرنامج بس هنقوله تاني. وقت الرؤيه الصالحه الصادقه اللي بتكون بالاسحار ما قبل الفجر، وما وقت القيلوله اللي هو ايه العصاري اللي هو بعد صلاه، يعني مثلا صلاه الظهر وينام حبه فبيشوف رؤيه، بتبقى الرؤيه دي من اصدق الرؤى واجملها يعني. فمتفق من فريق العلماء كله ان الرؤيه الصالحه بتبقى في الاوقات دي. والرؤيه الصالحه طبعا بيراها العبد او ترها لها، يعني ممكن انسان في حاجه هتحصل له وما يعني ما نامش كتير او كده ووكل بها ملك لحد من اصدقائه المحببين ليه، فبيجوا بيقولوا احنا شفنا لك كذا او خد بالك من كذا، او احنا فبيفسر الرؤى برده من صديق او عزيز، حد جاب له رؤى بتكون صالحه ليه. فالرؤيه الصادقه يراها العبد او ترى له في الاوقات اللي قلنا عليها. طيب استاذ احلام، يمكن عايز اتكلم معاكي في نقطه، انه البعض بيخاف من فكره تأويل الأحلام أو أنه هو يفسر أحلامه، لأنه بيعتقدوا أن ده بيدخل في جزء آخر هو التنجيم، أو زي ما كده بنقرأ البخت صباحا، وهو طبعا موجود، واللي بيكتبوا البخت بيقال أنهم معتمدين على الفلك، ودي اعتمادات مدروسة. وفي نفس الوقت رد حضرتك بقى على تفسير الأحلام، هل أنت شايفة أنه ده في إطار ان انا بدي بس مؤشرات، ام هو قراءة للمستقبل وده يدخلنا في مشكلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بجد انا بزعل اول لما الناس بتخلط الامور بين دي، يعني علم رفيع زي ده وعلم مثلا رؤى وعلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام وعن سيدنا يوسف وكل الانبياء، والناس بتخلطه لانهم اصلا ما يعني ما طلعوش عليه. يعني انا اللي خلاني بحس في الموضوع ده ودورت عليه، ان بجد يعني ازاي ان الانسان علاقته الروح بالجسم ايه، والانسان اصلا لما بيموت روحه بتروح فين وكده. فتدوري هتلاقي ان دي كلها حاجات ربانيه،
بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، صدق الله العظيم. فالايه دي نزلت للرسول لما كان سير الحديبيه، فراى الرؤيا دي فاستبشر بيها، وفعلا زي ما شاف الرؤيا، زي يعني شاف رؤيا ان هو طبعا رؤى الرسل غير رؤى الانسان العادي، بالتأكيد طبعا بتكون الرؤى بتاعته حقيقة، بتكون الرؤى بتاعته ايه مش موكل بها ملك، بتيجي من الله عز وجل لرسوله. فالانسان فالرسول عليه الصلاه والسلام لما شاف وان هم بيحلقين رؤوسهم ومقصرين، وان هم ذهبوا للبيت الحرام وكده تحققت رؤى العين. نعم. فما نقدرش نخلط بين ده علم رفيع، ما نقدرش نقول عليه تنجيم ابدا، ولازم يكون في ثقافه، لازم يكون في ثقافه اعلاميه بالنسبه لموضوع الرؤى ده. طيب احنا دلوقتي يعني قلنا انه ده لا يدخل في قراءه الطالع او المستقبل، وبالتالي انت بتعتمدي على الحلم ككل، وايضا ظروف الشخص اللي بيحكي لك او بيقص عليكي هذه الرؤية. كمان بتستشهدي بقى بالآيات القرآنية في بعض، أو بتاخدي تفسيرك من الآيات القرآنية ومدلولاتها ومن الحديث الشريف صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حديث عنه بيقول: لا تدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. نعم. قال: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وسب هذا وكلم مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فتفنى حسناته فترح في النار. فالإنسان لما يحلم أنه مفلس مش معناه إفلاسه في المال، أو لما يجي ميت مثلا الإنسان في رؤية أنه مفلس ومحتاج مال، مش معناه أنه مفلس ماديا، لا، ده معناه أنه مفلس من الحسنات، وأنه محتاج صدقة، وأن الإنسان محتاج أنه يتجه لله. فلما يكون في إنذار من ربنا سبحانه وتعالى لعبده، إن كان خير يتلقاه أو شر يتوقاه، مش معقول نقول عليه حاجة. ما الإنسان يعني الحاجة الوحيدة اللي ربنا بيورب بيها الباب للمستقبل لا تنجيم ولا قراية كف ولا الفلك ولا الحاجات دي كلها، الحاجة الوحيدة اللي بيورب بيها الباب للمستقبل سبحان الله هي علم الرؤى. طيب أستاذة أحلام، أنت ذكرتي الميت المتوفى في الحلم، ويمكن دي من الحاجات برضو اللي بتتكرر عند ناس كتير، فكرة أنه أنا أحلم بحد متوفى، وفي نفس الوقت الناس بتقلق، لا ده خد، لا ده ادى، فهل ده برضو ليه تفسير معين ولا بيختلف من بيختلف؟ طبعا طبعا الرؤى الميت في دار الحق. طيب قبل ما نكمل دي هناخد تليفون من استاذه سمر ونجاوب على سؤالين مع بعض. معانا استاذه سمر من بورسعيد. الو تعالوا تعالوا هاي ممكن نكمل الاستاذه. اهلا بيكي، اتفضلي. انا كنت حلمت بعد الفجر ان انا اكلت لقمه. كلتي ايه؟ الو، واضح ان الخط اتقطع. طيب نرجع نقول ان الميت في دار الحق ورؤاه حق، واللي بيقوله حق. يعني انا لما حد يجي يقول لي الميت قال لي كذا في المنام، انا ما بفسرهوش، لان كلام الميت ما بتفسرش زي ما هو قاله، كان وصيه ان كان كلام، فما بتفسرش رؤى الميت. اما من حكايه الاخذ له الاخذ والعطاء له، فالاخذ من الميت خير من العطاء له، وخير ما يرى الانسان في المنام ابويه. لو كان حد مثلا والده متوفي او والدته وديت له حاجه، بتبقى من المستحبات جدا في تفسيرها في الرؤى، وبتتحقق حاجه خير جدا على حسب الحاجه اللي مديها له. لكن لو اخذ منه، طبعا سبحان الله بتبقى حاجه هتروح منه، او حاجه غاليه عليها هتروح او جه خد شخص. لا، ما هو الشخص، في ناس بتقوم خايفه وتقول لك انا مثلا جدي جه اخذني ومشينا في طريق ومش عارفه بقى انا هموت. لا، ما هو الرؤيه لما بتتسرد وبتتقص يعني كحكايه، ان الانسان لما بيكون ماشي مع انسان ميت ويمشي في طريق مجهول، ما هوش عارف هو رايح فين ولا جاي منين، وبالفعل وصل لمكان هو مجهول برضو بالنسبه له، فده معناه ان هو هيتوفاه لازم هو زي ما هيتوقع. اما لو يستعد للموت، اما لو كان انسان مثلا مشي في طريق وجاي صحي خايف انا مشيت في طريق مع فلان بس رجعت، ممكن يمرض شويه ويرجع تاني، يوصل لدرجه ان هو يحس ان هو هيموت بس مش هيموت، وربنا هيديله حياه تاني على حسب الطريق اللي هو ماشي فيه. طيب معانا هدى من الاسماعيليه. استاذه هدى، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا بحلم بس اشوف فران على طول في الحلم. احلامي بايه؟ معلش تعالي صوتك. أيوة. بشوف فران على طول في الحلم، وعندي عدد يعني واحده صغيره قوي شفته في الحلم امبارح وهو بعيط، مخلوق كده بعيط، معلش صوتك. ما تعيطش. بتحلم بفران وفي حد بتشوفه بتبقى مخنوقه او بتعيط على طول، بتحلم انها مخنوقه؟ هو اللي انا بشوفه هو اللي عدت عليا وبلاقيه بعيط. يعني لا، يعني انت بتشوف واحد معروف ولا مجهول؟ لا معروف، بلاقيه مخنوق وبعيط. واحد معروف بتشوفيه دايما في المنام مخنوق وبيعيط؟ على طول. طب وايه علاقته بالفيران؟ يعني هو كان فيران شفتيها ازاي؟ لا انا على طول بنام واحلم بالفيران كده. ما ايوه، ما الفيران دي يعني ليها كذا تفسير. طب هي بيض ولا فيران سود؟ لا سود، وبخاف منه.
ماشي. شكرا يا استاذه هدى. معانا اتصال تاني. الو استاذه زينب من بورسعيد. ايوه حضرتك. اهلا بيك يا استاذه. اكلم الدكتوره بس اقول لها على حلمي يعني حصل لبنتي. اتفضلي. وزي ما تقولي انا متقلقه منه. اتفضلي يا سامعاكي. حضرتك انا كنت بنتي زي ما تقولي عندها 20 سنه. ايوه فندم. شافت حلم يعني هو قريب من الكابوس شويه. اتفضلي. ان هي شافت واحد مسيحي يقول لها انا لبستك جن جن وانا مش هسيبك وانا بحبك وانا بشوفك وانت عريانه يعني كلام كده بيخوف شويه. فقامت هي زي ما تقولي من الشده اسمها في الفزع فصرخت. فمش عارفه يعني تفسير الحلم ايه. طيب هترد عليكي يا استاذه احلام. شكرا ليكي. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نرد على استاذه هدى والفران والبكاء. بالنسبه للفران هم فسروا العلماء على انها الفران البيض ايام والفران السود ليالي. فالفران البيض مع السود معناها ايام وليالي. فلو هي شافت مثلا الفران الفار ما هي بتقول لي يعني المفروض الانسان لما يقول الرؤيه يقول لك انا شفت فار ومشي ازاي وعمل ايه وكتير ولا قليل تفاصيل يعني. لان تفاصيل الرؤيه بتقول لي بشوف على طول. يعني المفروض الراي يساعدني برضو لما يجي يقول الرؤيه يقولها بالتفصيل ما يقوليش انا يعني ايه فار مختصف. لان الفار الواحد من حيث الجمله الفار الواحد غير الفران. يعني الفار الفران الكتير رزق في البيت والفار الواحد معناها صارف او حرام. الفران الكتير رزق. لان الفار ما بيتجمعش في مكان لما يكون فيه اكل ياكله. اما الفار الواحد ده حرام يعني الناس عمرها ما هتفكر في انه رزق خالص الفار. لا الفران الكتيره بقى رزق. اما الفار الواحد بس ده انسان سارق هيخش ياخد حاجه ويمشي. فهتقول لي الرؤيه واحده واحده عشان يعني تقول لي ايه اللي حصل مع الفران. اما بالنسبه اللي بتشوف انسان بيعيط ومخنوق فبرضه درجه البكاء بتختلف. يعني الانسان اللي بيبكي بكاء بعويل ولطم وكده ده معناه حاجه مش مستحبه تحصل له. اما البكاء البارد اللي بسلاسه والدموع بتبقى حائره في العين ده ليه تفسير بيبقى فرج واستجابه دعاء وقضاء حاجه يعني الحمد لله. ربنا يفرج علينا كلنا يا رب. طيب التاني اللي هو بالنسبه اللي هو اللي بنتها بتشوفها خايفه منه. هو طبعا احنا قلنا ان الرؤى بتنقسم برده فيها تحزين شياطين. فهي بتقول بيجني ويقول لها انا بحبك وانا والكلام ده دي حاجات طبعا مش رؤى ومش صالحه وان احنا ما اعتبرهاش. بس هي بنتك محتاجه انها تعالج نفسها بالقران. تقرا المعوذات قبل ما تنام. تنفض فرشتها قبل ما تنام عشان وتسمي. والانسان طبعا لما يجي ينام في دعاء قبل النوم عن تجربه يعني وكويس قوي ان الانسان لما يجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بك وضعت جنبي وبك بعد ما يسمي طبعا اللهم بك وضعت جنبي وبك ارفعه فان امسكت روحي فارحمها وان تركتها فاحفظها. اللهم اني وجهت وجهي اليك واسلمت ظهري اليك وفوضت امري اليك لا منجا ولا ملجا منك الا اليك. اللهم ارني رؤيا صالحه مفرحه غير محزنه. ويقول الحاجه اللي هو عاوزها ان كان مثلا محتاج يعرف عن امر معين او حاجه هتحصل له او حاجه مثلا مستنيها يقول الرؤيه يقول الدعاء ده وينام على طهاره هيشوف رؤيه جميله قوي. وما فيش حاجه هتضره والحاجات اللي هي بتشوفها والمخاوف والجني دي يعني بتهيالي اهم حاجه انها تقرا قران. قراءه القران جميله تقول الشهاده وربنا يصلح لها الحال. طيب في طلب ان احنا نعيد الدعاء تاني استاذ احلام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هتسمي الاول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني وجهت وجهي اليك واسلمت ظهري اليك وفوضت امري اليك لا منجا ولا ملجا منك الا اليك. اللهم ارني رؤيا صالحه وتقول الحاجه اللي هي عايزه تقولها. اللهم بك وضعت جنبي وبك ارفعه فان امسكت روحي فارحمها وان تركتها فاحفظها. طيب نرجع تاني لبعض الحاجات اللي الناس يعني نقدر نقول انها بتتداول كده المعاني فيها. مثلا هنقول السمك يعني بيقال ان هو بيختلف من منظره وعدده في الحلم. طبعا احنا قلنا برضو حكايه ان السمك لازم الانسان يقول مثلا ايه السمك حصل معاه ايه كده يعني شكله ميه ولا فالسمك ده اصلا ارزاق كله السمك رزق هاني وعاجل وسريع وكل ما كان اكبر وشكله مستحب. والسمك من حيث الجمله غير السمكه الواحده. يعني السمكه الواحده للمقبله على زواج او خطوبه ده عريس او خطوبه عريس جاي لها يعني والمتزوجه ومحتاجه انها تخلف في حامل للسمكه الواحده. اما السمك الكتير ارزاق عاجله بتبقى ماديا ورث فلوس جايه لها رزق هيزيد مرتب هيزيد. فالاسماك اللي مطهيه غير الاسماك المطهيه. المطهيه طبعا رزق بمشقه يعني انت طبعا عشان تاكلي السمك المطهي ده
فرحتك بيه بعد ما بتعمليه او بتسويه كده، فبعد ما يطهو ما يطهى بتاخد وقت، فرزق بمشقه او بتعب شويه. وكل ما كان السمك اكبر كل ما كان الرزق مريح. الذهب الذهب المشغولات الذهبيه غير الذهب السبائك، المشغولات الذهبيه كلها مستحبه وجميله، والخواتم والغوايش والمشغولات كلها ما عدا السلسله. السلسله دي مش من المستحبات لانها بتبقى قيد او دين. وكلمه ذهب بتفسر بمعنيين، بمعنى شكلها زي خاتم او كده، وبتفسر بكلمه ذهب يعني معناها ذهب، حاجه هتذهب لما يكون سبيكه، بتفسر بمعنى الكلمه. يعني في حاجات بتشتق من اسمها. يعني لو ممكن اقول مثل يطول شويه. جاءت امراه تريد تفسير رؤى يعني لاحد المعبرين، فقالت له رايت زوجي ومعه يعني جاء من سفر ومعه نعامه، فقال لها سوف يحضر زوجك ومعه نعمه، يعني على وزني على كلمه نعامه. فجاءت مره اخرى وشافت نفس الرؤيه، فرايت زوجي جاء حضر ومعه نعمتان، فقال نعامتان، فقال سوف يحضر ومعه نعمتان لك. فجوزها يعني ايه جوزها جه فعلا ومعاها نعمتان، ففرحت قوي. ففي المره الثالثه شافت ثلاث نعامات، فراحت قالت ايه يبقى ثلاثه، يعني الواحد ما فسرش من نفسه. فراحت للمفسر قالت له زوجي جاء ومعه ثلاث نعامات بقى، وهي فرحانه انها ثلاث نعامات بقى وحاجات هتبقى ثلاث نعمات بقى زي ما دام نعمتين. راح قال لها يعني هو للاسف يعني اصلا مش تفسيره مستحب، فزوجك سوف يحضر وميت يعني هيموت. فدي اتفسرت ازاي بقى؟ كلمه نعامه نعمه وما تقدريش تقولها غير كده، ونعامتان نعمتان ما تقدرش تقولي نعامات فيها. أيوة. اما ان الثلاث نعامات ثلاث نعى ومات. نعي وموت، يعني شوفي بقى يعني ما تقدريش تقولي نعامه، تيجي تقولي على النعامه نعامات، ما تقدريش تقولي على النعامتان نعامات برضو. يعني شوفي الثلاثه بقى اسمهم نعامات فاختلف، ثلاثه بقت نعامات نعى ومات. فالانسان ما يعني لازم يكون في حد دارس عشان يقدر يفسر. واضح ان انت بتقري كويس في الموضوع ده. لا الحمد لله، يعني وبعدين انا اصلا مش قرايه وبس، انا برضو يعني ممكن اتابع حد مثلا مقبل على زواج اقول له احلامك كانت ايه، لاني كانوا بيقولوا مثلا تعملي دراسه حيه، دراسه حيه باستبيانها وكله يعني. كويس. اشوف مثلا المريض اقول له انت بتحلم بايه، يعني اعرف لما ربنا يشفي يعني. طب الحاجه الحلوه اللي الناس المفروض يعني لما تحلم بيها تتفائل بقى. تتفائل بقى كل المخبوزات اللذيذه الطعم تتفائل بيها. المخبوزات الحاجه اللي فيها خميره يعني. الطيور. العيش يعني. المخبوزات اللي اختمرت اللي كان فيها يعني مثلا زي قرص مختمره، زي مثلا جاتو كيك، كل الحاجات لذيذه الطعم. العيش. العيش ده بتفسر برضو الجملة بتاعته غير العيش بالفعل. يعني عيش كتير. عيش كتير ده أرزاق وعجلة، وعلى حسب طريان العيش وجماله، وكل ما كان أرق وأبيض كل ما كان أحسن يعني. العيش اللي هو الرقاق ده عيشة مرفهة. يعني إنسان هيعيش عيشة مرفهة ويكسر في بيته الخير، وهيبقى درجة عالية قوي من الرفاهية. أما العيش العادي أرزاق عادية وعجلة يعني. طيب معانا أستاذ محمد صلاح من القاهرة وآخر تليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. محمد صلاح يا فندم مع حضرتك. أهلا بيك، اتفضل يا أستاذ محمد. لو سمعت يا فندم، خالتي كانت حلمت حلم لوالدتي، انا والدتي عايشه في السعوديه، وخالتي حلمت لها ان هي نازله من السعوديه ولابسه فستان ابيض في غايه الجمال، الفستان كان جميل جدا، وفي اخر الفستان في ورده خضراء تحت، وكانت لابسه جزمه من جوه مبطله وردي ولونها فيه كوتشي كده. المهم ان كانت امي يعني خالتي بتقول ان والدتي كانت تمنيتها ان هي تلاقي الفستان ده قبل ما تمشي. هي كانت ايه اللي هي تديها الفستان ده قبل ما تمشي؟ وخالتك خالتك شافت الرؤيه دي لمامتك، وكانت فين مامتك؟ هو المفروض مش مستحب ان انا اسمع من يعني المفروض اسمع من اللي شاف الرؤيه نفسه على فكره. يعني من قوانين الرؤى ان انا اسمع من اللي شافها، بس يعني اتفضل حضرتك هحاول. يعني هو كلها حلوه. باختصار يا استاذ محمد عشان الوقت بس. ايوه بس يا فندم، وهي كانت خالتي سالت والدتي ثمن الجزمه كام، لكن ما سالتهاش هل هي هتديها الفستان ولا لا. هي قالت لها بقى يعني هي والدتي. طيب خالتي قالت ان والدتي كان يعني هتتكلم. طيب يا استاذ محمد، هي هتحاول ترد على حضرتك سريعا استاذ احلام. مش لازم اسرها، ما تنفعش سريعا، لازم ابقى. طب ما هو هو عامه الملبوسات كلها اذا كانت انا برضو كنت عايز اسالها جايه منين وراح فين يعني. الابيض والاخضر والالوان ولا لا؟ مش مرتبط بالالوان. لا هي برضو مرتبطه بالالوان، بس هو ما قالش على لون، بس هو الملبوسات كلها للسيده اللي هي اللي لها زوج فحال زوجها. واما للسيده اللي هي مثلا زوجها متوفى فمدينها،
او وراحها، فكل مكان جميل وصفيق، كل مكان ايه حال دينها او حال زوجها في حال حياته يعني. استاذ احلام، يعني احنا كنا حابين طبعا نكمل تفسير اكتر للحلم ده. معلش يا استاذ محمد بنعتذر لحضرتك لكن وقتنا انتهى للاسف. استاذ احلام سيد بخيت، مفسره احلام واخصائيه اجتماعيه، احنا بنشكر حضرتك جدا على تشريفك ونلقاك قريبا باذن الله. مشاهدينا